لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الأربعاء 14 يونيو، والنهاردة القمر موجود في برج الدلو، أو مازال موجود في برج الدلو، ومازال بيدي الحظ لأبراج الهوائية. عندنا كمان أورانوس موجود في برج الحمل، وعندنا فينوس موجود في برج الثور، وعطارد والشمس موجودين في برج الجوزاء، والمريخ في السرطان، والمشتري في الميزان، ونبتون في الحوت. عندنا كمان مازال كوكبين بيتراجعوا، زحل بيتراجع في القوس، وبلوتو بيتراجع في الجدي. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في المنزل 11، وده بيخلي مواليد الحمل عندهم قدرة على ان هم يعبروا عن اللي جواهم بطريقة اهدى وبطريقة الطف، والنهاردة عندهم استعداد ان هم يسمعوا اكتر لاصحابهم المخلصين، وممكن يقضوا اوقات حلوة ويشتركوا مع الاصدقاء ومع الاحباب في نشاطات حلوة تجمعهم. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر للأسف وضع معاكس لتاني يوم، فنصيحتي لمواليد برج الثور ان هم يحاولوا يفكروا بإيجابية، وما يسيبوش الشك والظنون تسيطر على مخيلتهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، والنهاردة ده بيخلي مواليد برج الجوزاء يميلوا للمغامرة، وعندهم رغبة في الاكتشاف، والأجواء حواليهم ممكن تساعدهم ان هم يوصلوا لمعلومات مهمة، ويقدروا ان هم يحققوا اكتشافات لحاجات خافية. كمان مواليد الجوزاء النهاردة بالنسبة لهم يوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية، ويوم مناسب لتوطيد صلتهم بجهات أجنبية أو للتخطيط لسفر. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيخليهم يتصرفوا بحكمة بالذات في الفلوس، وازاي يعرفوا ازاي ينموا فلوسهم ومدخراتهم، ويعرفوا ازاي يوصلوا لأهدافهم أو يحطوا خطة سليمة للوصول لأهداف مستقبلية. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، وده بيخلي مواليد العذراء عندهم استعداد أكبر للإنجاز وللتعاون مع الناس اللي حواليهم. النهاردة أقول لمواليد العذراء حاولوا تستفيدوا وتنجزوا فعلا، لأن عندكم طاقة هتساعدكم قوي. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان عندهم النهاردة الوضع الفلكي داعم، عندهم القمر في منزل الحب، ده بيديهم ثقة في النفس هايلة، وبيديهم طاقة عاطفية هتخليهم يعرفوا يكسبوا حب الناس كلها. عندهم كمان إيمان بقدراتهم ومواهبهم، ويقدروا بكده ان هم يأثروا في كل اللي حواليهم، وبالتالي هيكون عندهم نجاح في النواحي العاطفية والمهنية، ولو عندهم أولاد هيعرفوا كمان ان هم يحققوا تفاهم أكبر مع أولادهم. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، فهقول لمواليد العقرب لو عندكم واجبات ملزمة ومضايقاكم ممكن تستنفذ قواكم، مهم جدا النهاردة انكم تصمدوا وتحاولوا تستقبلوا ده بصدر رحب. النهاردة كمان مطلوب من مواليد العقرب ان هم يقاوموا المشاعر السلبية والعصبية عشان اليوم يعدي بسلام. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، والنهاردة ده بيخلي مواليد برج القوس عندهم قدرة على التعامل بود، ويقدروا ان هم يظهروا حماس وفي نفس الوقت هدوء، مزاجهم هيكون احسن، هيكون عندهم رغبة في ان هم يعيشوا الحياة بطريقة افضل اجتماعيا، ممكن تكون يعيشوا حياة اجتماعية حلوة وصاخبة، وتجمعهم بالاصحاب وبالاحباب اوقات رائعة. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة انا اشوف ان ده وقت مناسب للبيع وللشراء، بس بشرط ان هم يدرسوا
كل خطوة كويس لأنهم معرضين للوقوع في أخطاء. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في برجهم وده بيخليهم أكثر سحرا ونشاطا، وممكن يلاقوا المعجبين بيحيطوا بيهم من كل جانب، ودي حاجة ممكن تزود ثقتهم كمان في نفسهم أكثر. مواليد الدلو كمان النهاردة عندهم قدرة لأن هم يفرضوا آرائهم ونفوذهم بصورة قوية. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة ما زال القمر عندهم في المنزل الـ12، وأقول لمواليد الحوت حاولوا النهاردة أن أنتوا تتحكموا في حساسيتكم وفي ردود أفعالكم، ومهم جدا أن أنتوا تعملوا في كتمان وفي صمت، وما تعلنوش عن خططكم وتجنبوا الفخر والزهو بنفسكم.